ترامب اخويا بيرجي كاري القدام العاليين الصح والمتانة. مهم مدينة بركان رقل لك سيدي مولاه اللي ريضو يديه. ترامب اخطر كلب في المنطقة. وراني جالس سنس لكون يبغي يعدني وصلني ورا عد شي ثلاثة. شوف الكلبة راه اون شالور باقي لها واحد 3 جور تنشف تصلح. هاديك راه اون شالور راه منشفة وكي راه يدير عليها. هذا نهار الاول دخلتو ني اكسبتاني واحترمني وكذا ودروك راني جالس قدامو راه ماكسبتيني ومحترمني ولكن راني خايف اليوم مولي هاديك النتوة غادي تقرب قدامو يقدر يعدني. علاش؟ حقاش ما ربيتوش صغير يعني عندنا شوية تجربة يعني ماشي شي تجربة ولكن اومين بعدا مولاه اللي شراه ما اكسبتاش انا اكسبتاني كيدير بيا يحشم بيا يتكا قدامي ما ياتاكينيش ولكن الا انا ضدك نتوا كحزت قدامو ندير اتونسيون واني كنحاول انني نتوشيه وتكون نتوا قدامو. الا توشيتو كانت نتوا قدامو نعرف بلي هرست له الكاريير تاع انه يدور فيا وراني مريسكي. حقاش حنا في المغرب هذه هي خدمتنا ريسكي عمري ينعلبو مافي ضروري تريسكي. ما عندنا لا ماتيريال لا والو هذه هي الخبزه ديالنا واش غادي ندير ضروري ريسكي ولكن نخدمو حنا لا سيزيام سونس. حنا المغاربه كنخدمو لا سيزيام سونس الحاسه السادسه. انا ديكلاريت لو كلو المهم بغيت تعدني يعدني. المهم هو راه حاليا ما باغيش يعدني يقدر الا دارت نتوا شي جاست الله اعلم. المهم فهاد الساعه هو ما راهش ناوي يعدني وما غاديش يعدني ان شاء الله وانا هو الوحيد اللي ختشت فيه ونخليو هذا الفيديو سوفونير لخوتنا ان شاء الله تنوقفوا عليه. واللي بغى كلاب الشراسة العسة كدا نعطيوه ولاد ترامب. طلق وروح تنعس سوا لا قتلو بنادم. زعما باش تقول يعني غادي يعضك تضربو بداك النوع تاع اللي غادي تقيسو يعني سوا لا قتلتو ولا يقتلك واحد بيكم يموت ديك الساعة واه تقدر تربحو. وتحية للمولوعين وتحية للناس الملاح وفي خاطر ترامب. ايفا راه نعست هي راه مضيق وتيا راه شدها لا شالور هاد 3 ايام غادي تنشف ان شاء الله. هاديك راه فيها لا شالور نيشان هاديك نورمال خصها تصلح ويكون الخير. هاك واش وروح تابعني وشو يقدر يعدني يقدر ما يعدنيش الله اعلم. المهم هذا هو اللي عدهم كاملين وماشي ديالي وغادي ندخل هو كنعطيه داك عدم الاهتمام انا مش عند ايفا ديالي هادي ايفا ديالي عندي ايوا غادي يدير السيطرة هو غادي يدور ويعرف السلطان ايوا اجي هنايا اجي ها شو ها شو اجي ايوا لا هذا بوغوس وي هذا.